تغريدة على منصة إكس تتنبأ بفشلها. المفاجئ أن صاحب التغريدة هو نفسه صاحب المنصة إيلون ماسك. منذ اللحظة الأولى لشرائه المنصة عام 2022 باستحواذ بلغ 44 مليار دولار، وماسك يطلق تصريحات مربكة ويجري تغييرات جذرية مفاجئة يراها الكثيرون غير منطقية. ماسك أعلن مؤخراً عن رغبته في إلغاء خاصية حظر الحسابات في خطوة أثارت الجدل كالمعتاد. ولسان حال المتابع، ما الذي يفعله ماسك وإلى أين يذهب بالمنصة؟ طرد عصفور تويتر الأزرق وحل مكانه السواد، أزيل التوثيق المجاني واستبدل بالمدفوع، لكن جميع التغييرات التي أجريت أثرت سلباً على المنصة التي انسحب العديد من مستخدميها ومعلنيها بعد أن أظهرت تقارير ارتفاع خطاب الكراهية والتعليقات العنصرية والمسيئة عليها بحسب مجلة ساينس نيتشر العلمية، إضافة إلى خسائر بمليارات الدولارات نتيجة تزييف حسابات لشركات عالمية. وفي ظل وجود شركات منافسة مثل ميتا التي أطلقت منصة ثريدز في يوليو الماضي وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 100 مليون مشترك في أقل من أسبوع وفق مجلة تايم الأمريكية، يبدو أن ماسك لم يحقق ما يصبو إليه منذ امتلاكه لمنصة إكس، خاصة بعد اعترافه في يوليو السابق أن تويتر عانت من انخفاض بنسبة 50% في عائدات الإعلانات. واقع يثير قلق المراقبين حول العالم من نهاية قصة نجاح ماسك التي استمرت لأعوام. رندا الشيخ، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.